بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل وبغل كنتريو كوبات كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الحج بين كسو جري، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وحو بابي هاي قفك محرم كحج صوحدا معمر صوحدي إن يبنى أنت هاي إن قن كيسي يجر كيسا يمدحي سبا أميره وأولقه ويسان دبل هاي كعانتا أمر مرنا يجر كيسا هذا يحاد يتمقو آنا ومدحي سمقو لقا هاي يتمقو آنا أن لو هاي سنمركا يعفو تهدو سن أقصدين تأسى معنا لقى فهم هاي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد والزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا جماعة وحيدة هذين. حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه لفظي عن شيخ الدوني وحديثه لفظي وحاوي قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه وحي الود الأخرية والقراءة على الشيخ عن زيد بن أسلم مركة سفيان إيو مالك باكلاهما يروي عن زيد بن أسلم وأنا لبدي إمامه حديث كحجاز وكد الوريقيين عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين الهاشمي عن أبي عبد الله بن حنين الهاشمي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة النوفلي أصغن والسحابي أصري بن نوفلأ أنهما لبدا سحابي مسور ابن عباس اختلف وإس خلافا وإسمان رافي في مسألة وأه قفك محرم كام مدحي سمى رغي كراء أصغو حاجة أما معتمرة بالأبواء مش الليل هذا وملو رح يسمكية مدينة هل كايقو مرية أي اسكم ما نرافين مسألة فقهية أه. فقال عبد الله بن عباس وحوري يغسل المحرم رأسه قفك محرم كام مدحي سوو ميري كراء ورغي كراء تمام هضي دون هقو إينه. وقال المسور وحوري لا يغسل المحرم رأسه قفك محرم كام مدحي سمى ميري كراء. فأرسل ابن عباس هدانا هاي نكا عبد الله بن حنين وحول ابن عباس بايدري إلى أبي أيوب الأنصاري أيو إيدري رضي الله تعالى عن أسأله أي اللي أسأله عن ذلك سانوي ديارن كأسقعة. وحد مدمرك ابن عباس إنه حق هيئة إن سحابك أبو أيوب ومسألة ذاسي حديث قوني النبي كما قلي عليه الصلاة والسلام. وحول وذاتك ابن حنين فوجدته أبا أيوب هلي يغتسل أسقو قبيسنية بين القرنين لبدت الرحوض قبيسنية وهو يستتر اسكو قرنيا بثوم مرنا اسكو استورا يمركو ميرنيو ومدك على ايش هذه يا لو اركن يا عوردي اسكو استورن هيا مرا لو دلا لي ما صار لو هيو قرنينك وحا لغا ودا عيلكا عيلكا مركا لا دhiso اي لا دمهيسترو يا هلكن تير لغا قوتنشا لبا غنتله اما شوبا لغا دhiسا اي هدي له له مركا يدا دنكنا وا لغا دhiسا لبدا تير بربا لغو غدبا اما جيد وين با لغو غدبا جيد كا دخه ee lagu gudbay labada tiir waxa laga laalaadsha ee xariga wadaanta ay ku dul wareegto ambaasha khafiyada oo taqana ajalad ayaa halka laga suraa kadibna wadaanta lagu rida xariga halkaas laga wareejiya labada tiir marka saa u qotoma ee geedka lagu gudbo ama birta lagu gudbo taasoo laga laalaadsho wadaanta xarigeeda ama khafiyadeeda ajaladeeda ayaa qarnaynka laga wada marka ceelka agtiisi oo labada tiir ah يسحابي كوكابي سني مركا مرانا والواستر هيا يوضتك على جيو مركا وحاوي سان لو ارك عورديس. فوجدت يغتسل بين القرنين اي بين الخشبتين وهو يستتر بثون مرانا وسكو استر هيا يوضتك ايش هو سكا استر هيا عوردين لارك. قال وحوري فسلمت عليه وان سلام السلام عليكم بانكوري. فقال وحوري ابو ايوب من هذا وكم انك السلام. فقلت انا عبد الله بن حنين أرسلني إليك وحائس وكادري عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يغتسل يغسل رأسه وهو محرم. عبد الله بن عباس بايكو أسدريو وحائس ودرينا كويدي كيف كان رسول الله سيدابو النبي محمد أها يغسل كي أرق رأسه ومدحي سواء محرم سواء محرم سيدنا بمدحي جري محاية لهدى وكوري مركور قفك محرم كا مقابيس مدحي سواء مدحي كرابا يسو أشو أهيد هذا هو حسكو بدا شيء كيفية دي قاب كي وبارك انو قبيسني ابن عباس نواصل درانو حقوني او هيا سحابك ابو ايوب اوقي هاي
marka hadda kayfiya loo baahan yahay maya wal maraysay biyoon baa lagu dareerin oo lagu shubi mise gacmaha lagu xafuujin timaha iyo madaxu waa si fiican baa loo daliigi sida shirka loo daliigo هذا مركا سؤال شو حكى جاب أبو أيوب فوضع أبو أيوب أو حود لقى هو سود يدوق عن سبو صاري على الثو مرض اللي هو أستورة مرض اللي هو هي يكو أستورة هيين الضميه سأما أهل كيسي يكو أستورة هيين أيوق عن تصاري فطأطأه مركا سهو سود لقى مرضي حتى بدأ لرأسه إلى مدح سيء مغضي مرضي وهو سود لقى ينتوق عن تكو قبطي إلى أنقار كيسي غراء أركي أو مدح سيء قورتي زانرك ثم قال لإنسان نبو قفو حكيل وكشبها يبيها يصب وكشبها يبيها أم بيها كوكا بيسني أصب كشب قف بيها وكشب شبها يمر كوكا بيسني أي وحول بيها مضح يقش فصب على رأسه مضح وكشبي ثم حرك رأسه مضح يسيبو دقدقاتشي تمي يسيبو كعن تمريو يا أبو أيوب بيدي كعمه يسيبو كدقدقاتشي فأقبل بهما لبدا كعمود بولتشي صدو حقا ضمبي جيي وأدبر وأنا سوء عليه قعمي بو حقك كيني وأقبل اللي هذا أدبرنا إن هذا حقك كين تود حقه علي سوي ولو حدا أقبله وإن هذا حقك تما أتصاد شد هذا مرنا أتصاد صوت شد هذا واسكم بدون كتاب الطهارة إن كسر مرة يعني سيدي عادي قال لو ميلين شري قعمها تما لو دحقلين شري لو حفوتشن شري أيو وحفوتشيو ثم قال وحول السحابي هكذا رأيته يفعل سيدنا سنرك النبي وقبي سنية الصق ومحرم وحج يعمر كل شراء بس الذي مركب واس كل ما أتي وحدثنا وإسحام إبراهيم الحنذلي وعلي بن خشرم المروزي قال أخبرنا عيسى بن يونس يعني ابن أبي إسحاق السبيعي حدثنا ابن جريج عبد الملك أخبرني زيد بن أسلم مركي ابن جريج بوح متابعين إياه لبدي إمام يقونا ريح جاز آية ابن عيينة إيو يا مالك ابن جريج ومكي ابن عيينة ومكي أما مالي أسوى مدني وريح جاس عدد كد الوريقي حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال وحول ابن جريج في حديث مركو التبيني فأمر أبو أيوب أبو أيوب بام مريي بيدي لبس قعمود بام مريي وذي على رأسي مدحي سي جميعا سوى دجرة مدحي ورنبو قعمها مريي طيب وذي قعمود بصعدة لابد كعمل هلق عن ماهن لابد بقى أيوب مدي حسيسا أمري على جميع الرأس محسي إذيل كيب أمري قعميه وضا الصعود إذيل ونهلق عن أهين أيوب مدي حوض ما يسترن كوري أصب أمري فأقبل بهم أي باليدين وأدبر قدالنا وأمري هرنا وأسو مرشي فقال المسور وحول لمن عباس وحكول مركا وش الله كيني وجوابت اللي قصه وقال السحابي أبو أيوبها نبي محمد اللي قلت بها وش أيضا لا أماريك أبدا ولي يضم بكل أمر من مهيه ولي يوضن به مسلاد حق هنا كهيزو كو قبصا ما هي يقول حديث كم مركه وحا كجرا مسائل لو رفيق ادي ادو قيم بدن با كجرا مسلاد كوباد هو توشيخ او بابيستين او ترجمه او غنتيو قف محرم كي معتمر كما حاجه وحا او بنان انو ميدو او مدخيس او دقه لي للنظافه اي وللتبرد بو دقه اما قف محرم كا إنه الجنابة واجبك أما قبيسك واجبك أسوق قبي سنكر ومسألة إجماع مسألة إجماع ويتأيض وحلا قال الله يما هذا محرم أما حاجة هدي قبيس واجب الغوية شو أما هوني ليكو كجو إيه واو جربي حايد هذا ظاهر يليان وواجب من قبيسان مدح على الرقو تلقى الله يلا سكوها هي خلاف كشي محاوي قف محرمة قبيس أنكو واجب ما قبيس سنكر أسوق أصو قعمه سمضى حمرين إياه تاسع مرن كوكتا جاي هاي ولا بس حبي سكون معن رافين حديثكم مركز تاسع أصل وياه نبي قصو محرم أيو قبيستي سانا أو قبيستي معك وحكلو كجرا إيه إن خبر الواحد لا أقبل إن شرع تاي قفك مسلم كا لو كل سنة ثقة وركيس إن العسكدو لا قبصدو أرمها ديمادي يقوى الدنيا بقى محايا السحابي البعض السحابي وحايا الدرين هل أرضي بي الدرين أرضي جوابه كان وعسكدان وكوكا لبحين هل سحابين ووركا وكسو قورشين مركا قبول خبر الواحد أيام ميشو كجر عند الصحابة مرنا ما إسان كاقربين وانا مسألة إجماع بين السلف الصالح وحاكلوا كجرة إن يبنانتي مسائلك اجتهادك علمدون إسكو من دافون إسكو خلاف كران
هذه مدول با ودن وحوق بطه واسوق ماليه سمرك ودين تفيريو أيضا لحوق بناته مسور من مخرم النوفلي مسألة دم با لحوق بناته واسوق لقماني ابن عباس نعبا لقمانا واسوق من دافين وامرمين هذه مران يميد والله اسمان دافين مرجعية اللو باهي مرجعية هو الكتاب والسنة إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما دام كتابك السنة دا كتابك أن لقوها إن مسألة سيخاصة سوكا الله وحال لي يدي بالنبي أنكو كالبحان ابن عباس وحور الصحابة جوكت قوا وين حقنا كاهي سم السلة أنكو كالبحان نسكي بي الشيقين ولو كالبحان وحاكو لو كجيرا إن قياس كان لقد تغيو إن قياس كان لقد تغيو لوجود النص نص الدين له إن مركا قياس لو باهن ولا قد قاقيو إن لقد قاقيو قياس كو حكينا إن مضح أن لدقين ما دام غالبا تمال لدقاي وحقوها يو حقنا الليلي ولا تحلقوا رؤوسكم تميه لقوي دعينا سي ليق لقربه مرك إن لقفه من باب سد ذراعي بي أهيد لكن تاس سان حرج أؤمن مسلمين عليس أن لو صار نبقى هوشاس ديدي وحونا چيدي قفكم محرم كامدحي سوو مبيري كرا واجب إيه صنبا إيه سمبا واحبا وحاكو كجر روح ويساقا دانيا أما ميران إيه إلا سلامي كرو أضوم ميران إيه أما ويساقا دانيا أما قبيسان إيه إنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوران كرو أضوغونا أدئي جوابي كرتو مثلا اللي ديدان يهل اسكوها إيه مورن كتاقان يوحاوي مركا روحي ودانا قدان حاجو سحاريه كادي أضو فردوك هلي مركاس أمبا مورن كتاقان يوفقادو اسكو ما ندافن وذوقتي وحاكو لو كجيرا مركض ويساقا لان أما آت قبيسن وجنابك قبيسن ظهرات كجيرتو إن قفك لا آت كالميسن كرتو يسنب لهاي سيدة سحابيك أبا أيوبا عدبا بيها وغشو بيسو ضدبو كالميسن الاستعانة في الطهارة والوضونة شافعي دا آت بيوغاه الله نواء اسكو ديبان وادوكتين حديثكونا مركض نصب كوي هاي طيب نوانا وادي دي نوانا وادي دي مسألة وضن بيسي خلافك بدن كجيرا وحاوي قرني قبيسك عادي أها إن مضح أن قصان قص حرار يصابون أن لمرين قبيسك حديثك واكو عادية لكن صابون يخطم وحل لا إله دو وحك بالك ذيك أشنانك أتقنا ما قصان قص تأدي جرت أما حرار تلو قبيستوك عليه ملودق كرام مضح جمهور أهل العلم وحي قبان هوا برنان تاي حديثك بين ودلي شديد حديثك مركوا واقعة عين واحتمال باكو جيرا إن صحابك مالين كاس وكو قبيستي وحان بيا كاهين لمسو قرنين نبي محمد هضوم ما يدوم مضح الرقي أصوغ محرما لمسو قرن وحان كاهين قبيس إن مرك قبيس كو خطم الله السعودي أما قيت كلو لسكو نظيفي ولا السعودي أما إصابونك الله السعودي لمسو قرن ومحتمل نينك ربا مرك إنو أبن يقفك محرم كمدحيس إنو شامبي إصابون إيها ولك لو كل قو سفي عن ونظيفيه وحب أن يهدليل كلي إنو راتذموين هل كان أيضا نسكما وكما قادا كرو ألمهم شافعي ذي حنابي عد كرع وحيليين أما صابونها كردقو أما ختمها كردقو أما وحك حرارها كردقي هدان مركا تما بضان قوين تما أيسان قوين وحب الله وما هيست مالكية حنفني وحيليين مربا وحن بي أهكاه ضد استعماش سارا أي تنو كوكو وحالا غاربا فديا لغاربا با يقوليه حديثكم مركا معاني ذا بضان با كجرتا أصل من بابك ويا هاي وأنا حديثك أقص صحيح سنة بابك كوي مات باب ما يفعل يفعل بالمحرم إذا مات باب يقفك محرم كهذول جيريو سوون حجك كحل لبنان ضمين محل قصة مين والحج ذي والعمر يستي أضوع ماشي لحد كجترة أم ولي كرمان أيتي الله كقول تميت محل تلا محل قصة مين قياس الدين لا هذا وحوي إن قفكم محرم قفكم لنتي قفكم نول أي كلا دوينه إني كلا دوينه قياس وحوي تكليف كونه ماشى كهرها هاي ومرها ضاد دمته وركاد واقعي دار كلا أحكام تدبل أجورس أحكام الآخرة لا يجاهد قياس كسيدا هوي لكن السنة ما حيتجري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا صفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي أبو محمد عن سعيد بن جبير الوالي بالأسدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خر الرجل نمبا كهوب تقرعي من بعيره نيف كيسبو قيلها بقرعي قادد كيسبو قرعي بعيرك هذا ناقة لغة يدايو نيف دديك بنغنطونا
خر الرجل نبا كهبتو كفنيني من بعيره جادد كيسي فوق سمركاس القرط شبيه مركا انت ضعضه القرط لك كوه الرئيس القرط أي أفوين انت اتقدر شو والنفط دربك هذا ررتا ليد هذا فوق سمركاس القرط شبيه فما تمر كي بواد انت نك اسقاه شك فنيني مركا مدح مدح ولا عي قرط شبطي فقال سبحانه وحور إن كان السجى اغسله الدقة اللي روح أنت واجبات كسوى حكم إذا والسكولة هي ومن فرض فروض الكفاية على الراجح مالكية ديدا ويو وصلنا بإسكال ما يريدان قدرنا نروح على ما يصلنا تاجن بركونا وحيزوج قريان بفرض عين وخلاف بعض أهل العلم اغسلوهم ميدا قف كان أنت ميت كا بماء بيويو وسدر عليه بكم ميدا الإمام الشافعي وسدر كم ميرا وحققاتي معنا الدقيقة ومن باب الإشارة وعيري هل كوحا كجرة قيد كقبك لغو أبو رأم كبحا مكي حرم كبحا إن لقوري كرو إن لقوري كرو إن لقوين كرو سيدو فهم شو يا هديب اللي يدميتك هاللغو لقو هي معنا دواء محي والله صوق قوري كرا قيدك صيب الله صوق قوصن كرا ومعنى دقيقة ومهم جدا وكفنوه كوكفنا في ثوبه لابد مريض واتينا كوكفنا مريض هو سوكا قبي يقول قبي كوا كوكفنا كوا عزميان لور هذين حقا ميريغا سبع اللهم ميرو بيه ايو قب هلا اسكو قدرو ولا تخمروا رأسا مدي حسنا يا هدبولنا مدي حسنا هدبولنا محايا قفك محرم كاي رقا لما اقول مدحا إنه الضبول ودكتين سوما دمر كان له قل ياه دمر كان يووي حجابان ايان خمار قضي قادان ايان ايهو ويتش كان له قلين اي دبولان رقنا محان له قلين مضحا إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه وان كان لدونا لا تنتقب المرأة وان ينقل سوما راي قلافس نمقى شنكران دمر كحجي عمره السعودة اي صوح اللي وجهنا ما قرن كران أدي واحد الله لميان أو أنت مدح وحك حران إسكير فوقيان ويساب مرض فوريان ولا اسم الله لكن مرة وجه هذا طابنا إيسا إن وجه وحك حران لم أقوله رجل لكن أيه وجه جو الدبولي كران لكن محيس الدبولي كرين مدح ولا تخمر رأسه سحابي قد انتي النبي حكسه قاضي كحكم الحاج الحي حاج النول يلحق بها أصلا مدح سلمت الدبولي كرو سيدا اللي سكوا كان ميت هذي الحبالة يلا كفن هي من شيء ما ذحبا ولا قرين شري طيب محن النبي الله ودي يدي فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا إلهي بصوص صارية التعليم بالفاء بالله يدا هذا فإن الله يبعثه يوم القيامة إل الله صوبحنا سحابيا يوم القيامة مالك آخر ملبيا سوى تلبية سنية لبيك اللهم لبيك سوى كهية يا آخر الله سوى ساري بمعنى إحرام كسي حج كسي مقو إن آخرنا والغصو بحين والعبد يبعث على ما مات عليه مركة وحبال لقام بدلي كروي وحبال لقام بدلي كرو وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد ابن زيد عن عمرو دينار المكي وأيوب ابن أبي تميط سختياني عن سعيد بن جبير حماد بن زيد عن أيوب حماد ومن أثبت الناس في أيوب رواية وحي أهر بني مسلمنا والأرك الدونتان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال وحول السحابي قاس بينما رجل حلؤون واقف تاقنا مع الرسول النبي قال جيران كيزا بعرفة ميش الليلاد عند الصخرات عرفوا أن ما هي نبورة مكان لوردو هذا بيشو النبي قلت تاقنا يا الصخرات كان لوردو جميل أردو أيو صحابي قلت تاقنا إذ وقع من راحلتي هاشي سيبو كفاني من راحلتي قاديد كيس أيو صحابي كردعي قال أيو بحوجيلي في روايته أووص أران ننك اللي إلى عمرو دينار فأوقصته مركاسي قورت بسي قورت أيو كفاني أو ما سقال وحوجيلي فأقعصته مركاسي قورقويسي وقال عمرو وحور فوقسته الفاد عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يا لفظي مريه عفوا ايوب عن سعيد بن جبير بكلا ساريه وقسته عمرو بن دينار كوري عن سعيد ماشى ايوب وكشك يلا باش يلا باللفظي فوقسته اما فاقعصته
فذكر ذلك للنبي نبي قال الله شيء وحال النبي محمد نن محرم عرف كل تاجنا أيام ما أنت جريودي أو شاس هذا كله عادي فقال النبي اغسلوا بماء وسدر كم يربي عليكم وروح أذو نظيف سه وكفنوه ككفن في ثوبين لو مرض ككفن في ثوبيه ما هذا صمرين لو ضام بلوتشي ذا لو بدو قوتي فلقى بدل ماي مرصد الدحاد يرد صدحان لو قدر ماي سدا قفك محرم كا يقفك شهيد كابا مريس با لو حبالا الشهيد دركيسا ان با لو حبالا هيا هذه دركا لو درنا دركيسي كو شهيده ديغيس كو ياله با هوس لمرين كفن كلنا كركا لا غدوب هذه لو باهدو ولا تحنطوه هاود جننا حنوتك واشي عذر لسكودر دراء وطفاء وضدك مركا قفك مسلم كميتك مركا لدقو كركا لغمري وودقيو عرفية دل دلاعيو دبردنا كإلالية ولا تحنطوها ودقوننا وديقي وح عرف عذر وح ودقون منها مرننا ولا تخمروا رأسا مدحي سنيان لدبول قال أيوب وحيري فإن الله يبعث يوم القيامة ملبية وقال عمرو وحيري فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي يلبي لنا فعل بك عبري لنا اسم فعل بك لك أسوق التلبية سنة يا الله صوت سارية هل كمرك وحا كتر لقاقة حديث وحا نسك يكو عاد موية محا كو عاد إلا ما يري كرو بي إيو بأصابون يوحي مرك وقف مسلم الله ما يري أنفعي لغم ما يري كرو وحا كلو كجرة إن كفن كحبان لقاب بدلين ما دي حسان لدبولين وحا كلو كجرة إن لوحي الكرين قميس إيا سروالي وحنو عاس بركي مخيط كاية طلا ee lugu sar sar gooyay ama lugu jaan gooyay ee xubnaha ruuxa bini aadamka inaan loo xiri karin waxa uu muhrim bu ka dhigan yahay xajkiisana wali waa wataa ihraamkana kama bixin wuu raygaas markaa shaafiiciye ahmed bu taageeraya shaafiiciye ahmed yu taageeraya iyo isxaaq iyo jumhur ahli ilm ama malik iyo abu hanifi aw zaaci ayuu waxay leeyihiin xajki waa dhamaaday xajki waa dhamaaday ila ma tabnu aadam in qata amila min thalath bil wa nika warkiisa waahid ma halka mar haddu ku xirmay qofkan hadda dhintay xaajiga wuxuu la mid yahay qof nool ama mid caadi oo meel kale ku dhinto aan muxrim ahay wax walba oo qofka ku dhintay Nairobi lagu samayn lahaa ayaa lagu samaynayaa qofka xajiga ku dhintay baa iyagu taagan yihiin waa ra'yi dhaif wa xadiidka khilaafsan yihiin وحدثني عمرو الناقد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن علي عن ايوب قال وحور ايوب نبئت وحلا إيجا ورمي عن سعيد بن جبير سو ما أركتيد إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن علية أي وحو خلافي حماد بن زيد عن أيوب وأسو جزميي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يلي طيب وأيوب إنه سعيد ستوس وغقاتي أيوب الشيخين كلا يا حماد بن زيد وإذا اختلف أصحاب أيوب نعم على عفوا فالقول قول حماد سيدا عند أهل العلم أصحاب أيوب هذا اسمان دافان حماد بن زيد بأقوى وأثبت من إسماعيل بن إبراهيم مقسم الضب بن علي نك الله يقال صدرت المسلم رواية كذال بوكي لأن أكتي سوا رواية مرجوحة رواية لقو حق بدن يهوي مرهد لقو حق بدن يهوي باب المتابعات بوكوك يعني كذال بوكي حقوق باللابي رواية صفيان بن عيينة عن عمرو دينار عن سعيد بن جبير عن ختاف كجر لأن لا يسكم ما نضافين عمرو دينار رسول رواية كلو كحجيو رواية حماد بن زيد عن شيخيه عمرو ديناري أيوب وصونا أن وحشك أجلين هذا رواية صدحات وحاوي ورواية ابن علي عن أيوب عن قال نبيت عن سعيد بن جبير مكر رواية إذا سوا ضعيفة وهي مركز أزوج هذا لقي سيدا درت يد بي بخاري إيو عفوا سنن كي النسائي إيو أبو داود غير كتبة كلهم عن أيوب طرق بدن عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فتبين اتصاله رواية أن أيضا مركز لغو علين ما هيو كن سيدات بغلي كنتم ببخاري قصو صار حديث كأسوغو من طريق سليم بن حرب سليم بن حرب وقصو صار عن حماد بن زيد عن أيوب أما أبو داود أصوغ وحكسه صار من طريق مسدد عن حماد بن زيد النسائنا عن قتيبة عن حماد بن زيد كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن عن عباس بدون نبئت انقطاع منه وسنكجري كذلك مركة انقطاعة المانطي
ومرجوحة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا با كان واقفا مع النبي نبا النبي لا تقنا وهو محرم أسوه ومحرم حج سوى حرمضي، فذكر وحوش إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب كتبيي نحو ما ذكر حماد حماد عن أيوب رواية هراد أتصوم رئيسي أتصوم رئيسي. وحدثنا علي بن خشرم المروزي أخبرنا عيسى بن عيسى يعني ابن يونس عن ابن جرير عبد الملك أخبرنا عمرو دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال وحر السحابقة أقبل رجل نبا سوقا بلي حراما حال كونه محرما أسوق محرما حج سوحي دبا سوقا بلي وسؤالي مكس عرف سؤالي مع النبي نبي قال جيران كيس فخر من بعيره نيف كيسي بو قد عيّة قاديد كيسي بو كفنيني فوقس والقور تبيه وقسا قور قين وقور تلقوه الرئيسي ومرك وانف بحيوه فما تواجر يودي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوله اغسلوه بماء وسدر كم يدا بيئيو علين قب كم يدا غسيل بيات الصمال يسقير هذانو بضيس قبك علين تزول الشيدي يميت كالقرد قاوش الكركوش شل العيادة وصق دي أسكى جنوا كرم مية والبسوه ثوبيه لبيس مرادنا أحرى لبيس مراد ودود وتينا ككفنا وحكلا يان لقدرين ولا تخمر رأسه ماذا حسنها الضبولينا فإنه يأتي يوم القيامة يلبي إمرأة يا مالك آخر أصغو تلبيه السنية لبيك اللهم لبيك كهية. وحدثناه عبد بن حميد الحافظ الكسي صاحب التفسير والمسند أخبرنا محمد بكر البرساني الأزدي أخبرنا ابن جريج عبد الملك أخبرنا عمرو دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبل رجل حرام وحسوق بلو يسوق حق حرف السؤالي نن محرم حرام أي محرم يقال نن رجل حرام وقوم حرم وإنك صوم الري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ابن جرير وحوش بمثله حديث كذا إنه مريني أما ذاكرك حنقون إياه إلى الرواية ظهر ابن جرير بأي هايدي نن كان هذا متابعي عيسى بن يونس وكما محمد بكر البرساني محمد بكر البرساني فذكر وحوش عفوا بمثل ابو شيء غير هذا يشاء انه قال وحور البرصاني مكو حد كوريني فانه يبعث يوم القيامه ملبيا ما شاء انك ورجلي فانه ياتي يوم القيامه يلبي ويجري وزاد البرصاني باكوق يكو قدر حقدر حديثك ولم يسمي سعيد بن جبير حيث خر سعيد بن جبير موسى شيغن ماشى السحاب وكقر شبيه وكفرين هش وقدعي معرفة مسوى حرم ككلو هاي ما كده حد هذا مو سنشيلين بالرواية عندهم لكن ورب نصوم برا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم حمل على الهمداني قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن سفيان ابن سعيد الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا نمبا أو قست راحلته هشي سبا قرش بسوف وكفنيني وهو محرم أصوى حج كتشرة فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه لو يسمى رودنا قرقا ولا تخمروا رأسه مدح سها الدبولين ولا وجه وجه سنيان للدبولين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وحال رسول صار مالك قيامه أصوى التلبية السنية حديثك فقهي سوى حالسكو آدسكو من رافي مسألة كصاب سن وقعد هاي قف كان إنه محرم ولي هاي وانا أحكام تيسي وحبايسك بدلين حنفي ذي مالك هذا آد بإسكو قلبان حديث كان وحيد هذين وقضية عين وانا مسألة خاص كو أسحابيقا سحابيقا أي خاص كو تهاي والنبي قال كوحين أوت المامية إن سحابنا حديث حج كسير الله أقبلي مالك قيامنا الصوغ التلبيس وصبح هايو وحكم أسوي كجوني أما أمضى أنت يذكلي نك أسوي حاجة أن نفبحها سيدا مسلمين تأن حجاج تأن لوردقو أم بالله ما يري حضر كباب فرن قميص باللوجلين وحي اللوجلين كرا اللوجلين مد حسال للدبولي وحول بالغوصة مين سيدا ميت كعادي قال لو كفنو أم بالله كفنو الله أسطوري وحيس كبدل يا متشر القاس ايه مريم حديث كان وحيدا وخاص وخاص كو هي سحابقا
الشافعية ذي حنابلة ذي علماء بدن كود أهل الحديث وحيليه نجي فقهاء الحديث وحيليه حكم كوا عام نبي علو كعلية وام حي هو يري نين كان حبها كبدين وحال صوص يبعث يوم القيامة ملبيا عبادة أو بالعبي أصور لما إنه كل إنتي سيد يدي بالله قصو ساري وحلا قبدل ماي أظن كان روحه كل إنتي بالله قصو ساري واحد كبس عدل الخدري فإن العبد يبعث على ما مات عليه وتكرر نيسان شهيد كيبول لما دي أنا بقول يري در دي جودي در كود كود ضوب وصا كحبا على آخره وحلا صوص ساره هي هي أيوه ديقو اوي هاي اللون اللون الدمي والريح روح المسكي يقول ديقو البتاع هاي وماشي حبضو كقرد عضي اما سيفت اللقمر شي اما ورنك اللققتو ماتي وديقو كبرقان هاي ايا اخرى لكين ايا مخاتبين انقون ديقو دون ادو عرفيا مدبهان زعفران بو اسكي هاي حاجيق ايه مجاهد كينا شهيد كان وحاقرد حي كلاهما في سبيل الله حاج مجاهدك وفي سبيل الله حاجونا وفي سبيل الله صادرت يا وفي سبيل الله يا ولدها قاركود قليان وعمومك سوق قليان ننكي مسلم آية وحكو حجي وواي حقا نحج أباهن سهمي الزكاة وحبار لقصين كرا نعم بسوق قليان نمنا وحيرا هدي روعي لو حنو درد المهنتدا إن في سبيل الله لقبحيو وحلو رجي ذا جهاد إيو حجي عمره وكي سحابي وكو وقف الرتق يسي أي ووقف في سبيل الله إسلام سؤال جر الرتق أن قال سيد يسي الرتق ووقف وحنا وطلق لي في سبيل الله وحيت أما تع أما علمت أن الحج من سبيل الله ما يجري نبي سلطة نبي حور جوارنا كافق بدن سير الرتق إذن هالكاس إذن حج يش يجهاد وأسكباب نينك كود أنت أسوه كود حجيرة وحلا جاب بدل ما هيو ولينك هو مجاهد يشيد آخرنا مخاطق أسول سو إستاجي حاجوا نصدوا كلوي فقا شابعي ذا كوجر له محي إلا لأن الأصل هو محي لأن الأصل هو حاوي وحي قف مسلمة لو حكمه مسلمين تولوا وذاقان إلى الله الدليل الأورانية هبل بقون كيها لما نهيو الأصل وامحي قاعدته واستواء المكلفين في جميع الأحكام إلا بدليل رواية النسائي كف عنيده فإنه يبعث يوم القيامة محرمة نسوي إنه كسو مرة محرمة إحرام كسي موقو إنوي والله أقبلي ما وحلقها الله أقبل كالله أطال الله قف كش دقال لوجود ولا قال يا مسلم أرد حيا وحن كسر غاين وشهيد يهاي وشايس اللي أقبل إسلام بنا ورد قمينا لك القادم هاي من مخلص بوها من منافق بوها من دنا كلو وتي محيو بيل بمشي كرهتن هاي من ريب البوك حمينا هاي ولا بدل لجيل ما هاي نبي ما كلا قادم سقو يدي والله يعلم من يكلم في سبيله من يكلم في سبيل إلهي بقوله قال بدن أحد كجدك إله لقول راوي عمل لقول لي لكن ظاهر كأنك نويال حقيقة كل أنت جهاد في سبيل الله أصنوا مجاهد في سبيل الله وشهيد بان لنا حكم الشهيد بان سينا إن حق أحكامته دوقتان كي وحو البابا إيه صلاة دي وحو البابا هؤلاء ربي أوقيا غيب كأنك نومي ياله محن نويال ظاهر كاسا نويال وربطني ذا الله مبان مالكية حنفي مكا وربطني بإلا يمادين أن الله باني ماشا مكا المرأي صحابي كان نبي بحور فإنه يبعث محرما صحابة الكلام مسلم كلاسنا يبعث محرما بان لنا والعبد يبعث على ما مات عليه خاتمه وانا اكسنوي معناها اسمرك وعدي هاي تعيلك مرك مالكية ذا اي حنفيض اي مرين ومرد الحديث اي مرك التأويشدين لغانا يلي ما هي حنبلي اي شابعية ذا اي صحاب الحديث بانا كوكر لمسألة ذا وحيسو هاري مسألة وجهة رواية كبضن كود وجه مشيقين مضحن بالسودي ذي قفكم محرم كحاجيك النور الله وجه وقرسن كري محاصو كردو يو كي شهيد انت يسو حاجة لو يري وجه يسا يوسن دبولين جماعة من أهل الحديث وحيليين روايات كشيقية وجه وضعف باكجرة روايات كوجه الشيقية ضعف باكجرة وحاصحن كري ولا تخمروا رأسه
ولا تخمر رأسه. صدرت رواد كذا من قاعد دون يكون عدان دونته. لكن أنا كتجين وجه وصدح مذهب كتيرة. قولي لي وابنائي هاي هي إلا دبوله. أو وأصلك إلا دبوله وابنانتي وجه غرامبا. ولو دبولنك الرقة قفك محرم كي النور. طيب. يقولي لي ما إلا ما دبولك ربنا على صحة هذه الروايات. إيوه قولي قلق هذي ميت كإيوه. كنول أويدي قفك محرم كنولنا وجهه ود قرصن كرا ود بولن كرا لكن كدنتي مد بولي كرو احتجاجا بهذا الحديث والفرق بين الحي والميت المحرم وحاقه بظاهريه ذا كتغي لبدا مذهب هورنا جمهور تاسكو خلاف سنه وركيسان. وحدثنا محمد الصباح الدولالي حدثنا هشام البشير السلمي أخبرنا أبو بشر ابن أبي وحشية جعفر بن إياس ابن أبي وحشية الواسطي إنك صوب بصري الأصلي أساسا صحة هوستا وحقوق قبت الإمام النووي أبو بشر إنه هذا هو العنبري واسمه الوليد بن مسلم بن شهاب البصري وهو تابعي روى عن جند بن عبد الله الصحابي وانفرد مسلم الرواية عن أبي بشر هذا واتفقوا على توثيقه سيدا صوستكو لأي من هيلين سيدا أو شيقي وحشيقي ولما أرق نين كان أو شيقي وليد مسلم الشاب البصري وتابعي مسلم يا أبو داود النسائي بانا وحكورية وانين ثقاء صحوي لكن نين كان ماشي لغو شيقي ماها أصقا وأرضيسي نين أبو بشر ليلة هذا وجعفر بن إياس ابن أبي وحشية البصري ونن كان تابعك أرضي سأوي وعانكو وبشر دي اللي يطلاقه ببقضان أصغوي محايا ننك أبو بشر يروي عن سعيد بن جبير عام بكوية هو شيخيسي هشام بشيرنا أصغو حكورية مركز النووي الشيخ إنه وهم تهي وصحنين بائي موقتا وحانا سيدا كراعي النووي وذاتك إسكلا الكوكب الوهاج الهر أسنوى كراعي وخطأ سيدا موقنيسا وذات كان وابو بشر جعفر بن اياس بن ابي وحشيه هشام بن بشير لا يروي عن الوليد بن مسلم العنبري ابو بشر البصري تابعيك وحبك ما وريه ارضين اوماءها من كان ابو بشر اننا ومن اثبت الناس في سعيد بن جبير ساسو كان مسلم اوطا اما نينكا كلي تابعيك مسلم رواه الرئيس ادبو يري اما ابو بشر جعفر بن ابي وحشيه بن اياس لو يقانه وكثير الروايه والحديث في صحيح مسلم وغيره تنبيه اسمر كنان مبررجين ربي انس كغتغنو حدثنا سعيد بن جبير عند عباس رضي الله تعالى عنه ما قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له اخبرنا هشام بن بشير السلمي عن ابي بشر جعفر بن ابي وحشيه البصري كلاهما وبصريا في الاصل مد والبنا وحال الى ابو بشر وارضي الشيخ سوى لغوها ميكرا لكنه وحكم في طبقه انه في ريي ارضيه وحكا قادانيه وحاسد غريب سدى انه ولد كدنبه محقق هاي معاصر كاوكر راعه كتب التراجم مكات في رسيو سنن كاي صحيحين كاش مكات في رسنا نين كاينو يهي ابن ابي وحشيه عدانيس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له اخبرنا هشام بشير عن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان مع رسول الله نبى النبي قال لسعدي محرما اصغو حج صوحي فوقصته ناقته بعيره راحلته بهران صوم الري هذا اني نيف دقها نيف قيل اياكو عداتي فمات هشي سيبا يقورتي بسوي تورتو وكفنينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حور اغسلوه كل ميرا بماء بيئيو وسدرين عليهم بكم ميرا وكفنوه ككفنا في ثوبه لبدي مرود وتيه كسو حرمضي ككفنا ولا تمسوه بطيب وحد قلناها مريننا ولا تحنطوه بنهران صوم مري حنوط كيو حلو جيدي وتي ادوك وتال لقاها اللاي ولا تخمروا رأسا مدي حسنها الدبولين فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا وحال صوص صار يا مالك قيامه أصوم مدحي سوء حوكيسين يا أما وحرار سين يا وأنا قصوا تلبيتكو
ومحرم كتمها بضان له مركو كبو قتميس انتو حجك كتر إني كلياعان أما اسكو هكاك وايان أيو حوكي حنشئي حبق يوحبا الله مريا تمها أتكيئي أو مركا قشن وسنكا قلين حقنا بصاصي سنكا موقنين ملبدا قران تلبيد كان مركا حيوغو إشكال با كتره حيوكا قجرة حقا معناها بوكا قجرة رواية والا وري وحيوكا قجرة قفكي محرم كوالا مايري والا دقي مر هدي لا دقي حوكي حنت وي تغيسا يا حواد مدح كو تالي مرك تلبيد ما جراي تيما كو ضبن اما كو حكيسن كو حراريسن كو حبغيسن وسا او تاغن او يو فجري مايا تيمي ما كلا مير و دعايان بيه بابا بينيا مرك فانه يبعث ملبيا يلبي محرما با صحه اما ملبدا من حيث المعنى اشكال با كجرا مياد فانتين من صمرين عن صمرين ولي ونضيف كم مغضي تصدام ما أما تقديم التأخير بكو جيران صوني طيب هذا محسوس حسوس تلاقو حرم ملايين إياه إنا مرة دي تمها دي لرخو وصيب عن اللهم عن تيمو سيتا اللهم هدي إن حواق أضاق أي طيب مويين حرارته إيدو يتقيس حرارته يتقيس أيضا سبقنا وتقيا لكن مركي حبقتها يوادعي كرتا إن يتمو تاقنا ذا إشكالك أول الشيء إشكالك إنا تكوك أتنا مرة با. وحدنا أبو كامل إذا مدك على سيدة قفكم لنت اللهم إلا يؤيو بياد وقتكو قبو جنيس وكل دوين مكاد قبيع هذا قبيس كعادية بياد كو قبو جنيس ولي بسكي لنا اتماعنا قوانا يقف لانتقابك الله شور بحين اللهم إلا وكل دوين بياد بضان بقفك أبان يا مريتان حق بدن لما لا إشكال كاس وحي وقاضي عياض بات المامي نون واسنو كون راعي حافظك حتى وط المامي فتح البارقة لما لا كون سيدات بولا كنتني كو كفيرية بخاري ما كو شرح هاي وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة وضاح ابن عبد الله الأشكري عن أبي بشر وتيس يحوجن إيسا أبو بشر إنه يا جعفر ابن أبي وحشي لأن أبو عوانة وأرضي خاصه ابن أبي وحشية لم يدرك تابعك موسى سوق حكم وريه وشيء من صدوك له عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عمس رضي الله تعالى عنهم ان رجلا وقصه وحا قرش بيه وفني طوري بعير رتيجيسي هو يعني نفق جيلها راحل ذي بالوجه وهو محرم مع رسول الله سوى حج صحيح لين النبي قال لك فامر به رسول الله رسول الله وحو امري ان يغسل ان لغم يروه بماء بيه وسدر عليه وصفي عن رشور بيه ولا يمس طيبا وحد قلنا أن لمرنين ولا يخمر رأسه مدح سنة أن لدبولين فإنه محايل أنت اللودي ذي وأحكام معللة يبعث يوم القيامة ملبدا سو مدح سوحه كيسان يا أي أما وحب كيسان لصوص سارها يا أي وليها مركو قرر حيدا وكناية عن الإحرام فإنه يبعث ملبدا على قوضة فإنه يبعث محرما بغض النظر يتميه سمدح سوسدو يا أي معنا مركو محرمه وحدثنا محمد بشار بن درة وبكر بن شيبة وبكر بن نافع واسمه محمد بن أحمد بن نافع قال ابن نافع وحيري أخبرنا غندر محمد جعفر غندر الهذلي حدثنا شعب الحجاج قال سمعت أبا بشر تنوي سيح جنيزة لأن شعبة ومن أخص الناس أصغنا في الرواية عن في الرواية عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيد بن إياس الواسطي البصري الأصلي مركي الله بشيخ اسكو قد مدان محلوك على سارة أرض ضوضي وحالة في ريا يشيوخ ضوضة الكاس الله في ريا مركو أوه الرئيس كدب نوحادون نقوني وذات كان كتابك إسكالي نين كان وحمك وريا حقوص وبيحي أيوه اسكو أرض النقضة اسكو شيوخ النقضة إنو سمتنا بخاري أو مسلمين كان رواية وقول هاي عادي هذا ما حوي وذات كالوي طيب سمعت وحان مغلي أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يحدث أن رجلا أتى النبي نبى نبقى أيمت وهو محرما سوى حرمضي وحج سوى حرمضي فوقع من ناقته هشي سيبو قرع كفنيني فأقعسته مركز قرج بسيو وأفقوين تقضوا لي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر
بيجي علينا كم اللقمة يرد سيد ميت قبل لقمة يرد وأن يكفن في ثوبين لو مرادنا إلا وكفنه ولا يمس طيبا وحد قلنا أن لا مرنين خارج رأسه أسوق مدحيس سب حسن يعين لما يرد خارج رأسه مدحيس أسوق سب حسن يعين لما يرد أما الله حباله للدوغو ومدحيس أن لدبولين خارج رأسه. طيب قال شعبة وحوري ثم حدثني به بعد ذلك شعبة رقم بقولها حديث الدكاوري ساكاكا تقيمهاي بريبك وقصون نقون شان سنة كدبك وقصون نقون طمان سنة كدبك وقصون نقون هذا صدح لك شير سكسيو حديثك وشيكتو وورين وكاسي قادي هذه لكن وحاد كبدا شوكاتك مع السلام وحاد الهبين بظهران إيش يكتبك كله هذين كون أشياء وركاس شيكتين برهدي اللي دمويدي بليك هذه أين أنبط بالله بيسال. قال شعبة ثم حدثني أبو بشر بايت به حديثك بعد به حديثك بعد ذلك بعد 10 سنين بقت في السنة والصحاح طبعا سنة كذب أيام ويديبو طبعا سنة كذب وحيقول ضريب خارج رأسه وجهه مركل وجهي مشي خارج رأسه بنك يقول شيء ما يحيز ولا بنيه أما بصوب حسن ياي كذبنا خارج رأسه وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا أنت كلوائس كجمد لكن حقود ريب الوجه بقدر وحين وجهك وحلو شيء للاحتياط بالله شيء قفكم محرم كهدي لما تحس لما تدبول كر الله يدي ميت كا ميتنا كفوي لقط ضوبة هيو ماذا حوحال اسك إلى لينكرا ها مدح إن لا تدبولي وحلا إسك إلى لينكرا هي مركا وجهك أن لا تدبولي هدي لكن وجهك لا تدبوله مدح إسك ما إلى لينكرا روحنا روح ميد ولا حبالة يويها ولا كفناي مركا وجه وان باب الاحتياط إيه مقصود ما هاي ده وارفع مركا السقع وجهك مركا هذا مدح كميد نقدانا دقيه بس وقلي دقون ما وجهي كميد يمزه ما راح يكثر زي كتاب الطهارة كذوبة إنه قصة مرة. حدثنا هارون الإمام أحمد بن حنبل وحرج حديث كان شن سنة كجرتا حديث كان السجع شن سنة ينبي كل شيء قبل سنة كوبات الكفن في ثوبين يوقفك حاجة يوقفك دنت الوجا بسنكره لما مرض ويصدح له أي واجبين. نبيك شن 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 ضوض بالو كفني هبل صدح بالو كفني هولها وايس كسنه لكن لبا لو غاب سنكر اي حديث كجرت وكفنوه في ثوبيه نمن كلا شنط يصدح بوا واجب لو حيين مش هوش هو الخاصه وي وسيدي شهيد كوكله حاجو مرك لو دري ما هي حيلي لبدن مرود اي كسو حرمدي وحي لميدين دركي ومجاهد كوشيدو كله حلو كرن ماي قاب كاسي كجاوي لا حلو حلو ياي وصلنا في الاقتصار عند التكفين على ثوبين وصلنا سنة الله بعد إن قف كميت قالوا قد رقي كرو سدري يوحي لها المال شيء والبو رقمها إيا ما يرد حجين وحنا تري وحاكلوا كجري ولي شنك ممكن مسألة لبات كهل لها إن لقدروا في جميع الغسلات سدر لقدروا اغسلوه بماء وسدر بن مكان ريبن رقم ذا كوبات طلبات تصدحات اما افر قور رقم شن قور رقي ميتك انت تبيها قوة ضبا مروى البحوث دريسة وحن نظيفيه وعلين قوبي وحي لها المالا سنة صدح ذا وحول عدم تقبير الرأس محرم كادور دنتو انا مدحسن لدبول اني با كجرة ايو عدم الطيب وحد قلنا لما رنين وحاكلوا كجرة ان الكفن من رأس المال ومسألة دقيقة ومهم جدا كفون كوقف كلا كفنا هايو رأس المال كسر لقب بحن لورن ما يمحدين لقولها طيب هذه دين لقولها بل منا كو كفنا من الدين توره بلورن ماي الكفن هو مقدم على الدين رأس المال بلقب بحن يثلث المال بلقب بحن يبعد الدين بلقب بحن يبعد هولها هاي ذنبي وحول وام هاي الكفن هو من رأس المال بلغة بحين سحق لغة سوقاتي عدم استفسال النبي بلغة قاتل نبي وحول مرد انتهى كفنوه في ثوبه نبي مبارين مالولة يهدين مرض الأمال لوب بها مد كلي أمي كوب بها انت نرد حالي نقطة يدين كوب بحين يهولك لن نقطة أبدا الكفن
مركان كو أسطر كدي من حولها هذا ويحد كتكتي أن كا أسطر أن كو حبال كدي بلوس ونقن ديني هولها لوس ونقنية دين تروى قبل الميراث هي قبل الوصية الدين هو قبل الوصية والإرث والكفن هو محسونة وقبل الدين سأقول رأي شن تصنع كجرت أورنجر أحمد وحدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان إنك لقونا نيسي جروي أبو عبد الرحمن الشامي بالليل هذا عن زهير بن معاوية الجعفي عن أبي الزبير رواية كمرك حديثك ابن عباس من طريق سعيد بن جبير آد وأبدي إمامك متابعة هذا فربضا بوكيني رواية مركة أكيس وأقول ضعيف سنبون أدن بيشين دونا مسلم هذا من دقته عن زهير بن حرب عفوا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي الزبير محمد مسلم تدرس المكي قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس وقصد رجلا نوحا قرج بسي راحلته قادت كيسي وهو مع رسول الله صور النبي الله للصعودة فأمرهم رسول الله نبي الله بوحوه فري أن يغسلون يكون ميران بماء بيئيه وسدر عليكم وأن يكشف وجه وجه سنة بنيان وفري سان مدح اللود بولين حسبت وحان أمرين قال إنه نبي يري ورأسه مدحيس حون أمر مدحيسي وجه با إن لبنيه أن لدبولين فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل وحال صوت صاري سوق التلبية سنة يوم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كوايا رواية صدحات ومركا من طريق سعيد بن جبيرة وحدثنا عبد بن حميد سقال رواية المتابعة عام السديت كبضن بصور الشيخي عن سعيد بن جبيرة عن عباس رضي الله تعالى عفوا وأخبرنا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا إسرائيل ابن أبي يونس ابن إسحاق السبيعي عن منصور ابن المعتمر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان مع رسول الله رسول الله وحال السعودي رجل فوقصت ناقته فمات واقير يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحر اغسلهم ميرا ان كان مسلم كادنتي ولا تقربه طيبا وحد قوني عذرنا هاو دوينينا كفقية ولا تغط رأسه وجهه عفوا مدحي سنها وجهي سنها دبولنا فإنه يبعث يلبي وحال صوت صاري سوى لبيك اللهم لبيك كواي رواية مسلم قدام بيسي لعلة فيها محيط علة غاسي الإمام البخاري أي حديث كورية من طريق منصور المعتمر عن سعيد بن جبير أي ورية مركز وحوق قليي بين منصور وبين سعيد واسط قليي والحكم عتبة الفقيه وحكدقي عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير سيدا سوكاندي ماشي إسرائيل عن منصور عن سعيد وطوسو قورني واسيدا دا مركة مخطا أم بيقود عضي مس إسرائيل باكو خلدما لسكو هيا المهم حديثك بخاري حكوريا من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سعيد بن جبير عن الحكم عن سعيد جريرنا جرير بن عبد الحميدنا ومن أثبت الناس هي في منصور من أثبت الناس في منصور وي. طيب إسرائيل وننثقوا حافظة لكن وجبل لكن مركز خلافان جرير عبد الحميد في منصور سو خلافان رواية جرير بها هي المحفوظة عند المحدثين. طيب معناها سمركا ميش كجرة دار قدنا وحول الصوابك واسدة وحكو سوقاتي حديثك وحكو سوقاتي تطبع يلزام كي سمج أي رقم كبقول سقاشي تطبع كسوقاتي وحونا يلي واسدة رواية النسائي أبو داود ترمذي غير كودنا كل قود من طرق عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن عباس بيكا ديكت إذا رواية إسرائيل وغير محفوظة وغير محفوظة سيدة سؤدن بيسي دار قدني بيهقنا سيدة سجيري أصون هل كاسون مري لكن علاش كوما هيسو علاش وحين كوما هينين حديث كسيدي سو محفوظ يا طرق ما يطن سو مري ومحفوظ عن سعيدي ابن جبير عن عباس طرق ذاك لا كوفلا حافظ كاسو لكن اد بوش اسوغا هلي خاصة مسألة وجيكا مسألة وجيكا وحيسو هري وجيكا هلا دبورو قليا ورك شد دار قدني با كميدا بيها قيبا كميدا ابن منذر ناسو ولا با افليي ولا انك لورنجري
نسائنا ووتل مامي إنه معلولات هاي حافظكن وحولي هاي مال لغا تابتن بلاها وارنتي معايا إلي وجهنا الله تابنين أون لدبولين رواية وحي خجرتا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن عباس وحي كله كسو جرتين روايات كالي أبي بشر عن سعيد بن جبير دروق دا تصمرتين ورنبي أبضنيت تف بيك آهد أحاديث فربضان وبابه كت منا ويت الماميسا روايات فربضان معناها ويت المامين مركز لغمان نغنكر وحي صور كريه وداد الحافظ ابن الشرق ابن الشرق الليدا أسوي حوليه خطأ من إسرائيل ما هي وسقط حكم ودعي حديث كجر على قبل التغيير عند الكتابة والإملاء ودعي وحد حفظنت أكتاي يا مركز قاعد عكرك أفكار كبح كرا باب جواز اشتراط المحرم هينوج والله سبحانه وتعالى علم.